بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أشراف المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردين رضي الله عنه لأدلته الفقهية. قد وصلنا فيه إلى بيان مندوبات الصلاة بعد الانتهاء من سنن الصلاة الأربعة عشر. بدأ الشيخ يتكلم عن المندوبات، والمندوبات طبعا ليست محصورة، وإنما كما قال العلامة الشيخ الصاوي قد تصل إلى الخمسين مندوبة. والمندوب طبعا يقال له المندوب والمستحب والفضيلة، يعني مندوبات الصلاة، مستحبات الصلاة، فضائل الصلاة، كل هذه ألفاظ مترادفة يعني دون السنة، يعني أن ثوابها أقل من السنة. طيب، المقابل للمندوب خلاف الأول، يعني ترك المندوب أو الفضيلة أو المستحب خلاف الأول. الأولى كان يفعل. الأولى أن يفعل. أما ضد السنة المكروه. يعني فعل السنة فإذا تركها نقول ارتكب مكروها. ارتكب مكروها. هذا هو الفرق بين السنة والمندوب. ويقال لها السنن الخفيفة، وذلك اسمها السنن المؤكدة. فقال الشيخ المتن رحمه الله: وندب نية الأداء، وضده وعدد الركعات، وخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره، ورفع اليدين مع الإحرام حين تكبير وإرسالهما بوقار. ثم شرع في بيان المندوبات على الترتيب، على الترتيب يعني من أول تكبيرة الإحرام. فقال: وندب نية الأداء قبل الدخول في الصلاة، يعني في مستحبات خارج الصلاة قبل الدخول فيها. وندب نية الأداء في الحاضرة خروجا من الخلاف، ولأنه أكمل في التأدير. وضده أي ضد الأداء وهو القضاء في الفائتة. يعني يستحب الإنسان حينما يدخل الصلاة مثلا كالعشاء مثلا، يستحب أن يستحضر أنها صلاة اليوم، صلاة اليوم، لأنها أداء. لكن إذا نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يبقى يستحضر نية القضاء، لأن الأداء أداء الصلاة في وقتها، سواء كان اختياري أو ضروري. لكن إذا فات الوقتان الضروري، يعني صلى الظهر والعصر بعد المغرب، يبقى نية القضاء. صلى المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر يبقى إيه؟ قضاء. صلى الصبح بعد طلوع الشمس يبقى إيه؟ قضاء. فيستحضر نية الأداء إن كان الوقت باقيا اختياريا أو ضروري. فهذا الوقت ينوي القضاء. يتلفظ ولا مش؟ لا، ما تلفظ، لأن طبعا إيه؟ القضاء يعني. لا، سواء قضاء ولا أداء. يعني هو الأفضل إنه يعني موضع القلب، النية موضعها القلب. ولذلك تعريفها قصد الشيء مقترنا بالفعل. قصد، النية قصد. لكن لو واحد صاحب وسواس مثلا وتلفظ لا شيء،
احضار النيه، لانه بعض العلماء اوجب نيه الايه الاداء ونيه القضاء اوجب، لانها صفه، صفه الصلاه، وهذه الصلاه مؤداه في وقتها، صلاه مقضيه فاتت كالخروج من الخلاف، زي ما قلنا ايه انه دائما العلماء يراعوا الخلاف بين العلماء، فعلشان تبقى الصلاه متفق على ايه صحتها، او العباده عموما متفق على صحتها، زي ما قلنا في الغسل يراعي المضمضه والاستنشاق، هي سنن عندنا، لكن الامام احمد اوجب الاستنشاق، الامام ابو حنيفه اوجب المضمضه وجعلها من ظاهر الجسد، يبقى نعملهم ما نستهينش بهم علشان يبقى الغسل على كل المذاهب صحيح. فكذلك هنا وندب النية عدد الركعات، يستحب ان يستحضر عدد الركعات كركعتين في الصبح واربع في الظهر والعصر والعشاء وثلاث ركعات في المغرب، يستحب برضو ان يستحضر هذا الكلام، الموسوس هيقول نويت صلاة العشاء اربع ركعات اداء في جماعة يعني، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ، يعني التلفظ خلاف الأول، خلاف الأول. هو الصلاة صحيح؟ الصلاة صحيح طبعا، لأنه هو خارج الصلاة، كل هذه أفعال خارج الصلاة. وندب خشوع أي خضوع لله واستحضار عظمة الله وهيبته، وأنه لا يعبد ولا يقصد سواه. الخشوع طبعا عده الإمام أبو حامد الغزالي من أركان الصلاة، أركان الصلاة عند الإمام أبي حامد 15 وعد منها إيه؟ الخشوع. لكن لو احنا مشينا على هذا المذهب تبقى صلاتنا احنا ايه؟ باطل. لكن باقي العلماء قالوا ايه؟ ان الخشوع مندوب، لكن الانسان برضه دايما يعني مما يساعد على الخشوع طبعا استحضار امتثال امر الله تبارك وتعالى، يعني هو جاي امتثالا لقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يبقى ده امتثال الايه؟ يستحب امتثال الامر، يعني يستحضر امتثال الامر، انت جاي تصلي امتثالا لامر الله تعالى. وبعدين زي ما قال سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه حينما كان يعني يتوضأ يصفر لونه ويضطرب، فقيل له لما تصنع ذلك وأنت تتوضأ؟ فيقول أتدرون بين يدي من أقف؟ هو مستحضر طبعا عظمة الله تبارك وتعالى فيضطرب قلبه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهم وهم في الصلاة، يسمع لهم أي في صدورهم أزيز كأزيز المرجع، يعني زي القدر اللي بتغلي، كل ده من الخوف من الله تعالى. كان الواحد منهم يقف في الصلاة كالعود، يعني زي العمود كده، كالعود المغروس في الأرض، حتى كان الطائر يأتي على رأس أحدهم ويقف ويطير وهو لا يتحرك، يعني زي الجزع، زي جزع النخل، الطائر من سكونه يحط عليه ويمشي، لأنه كجزع ايه؟ كجزع النخل، هكذا كان رضوان الله عليه، يعني مفيش حركة،
من ضمن الاشياء المبطله الموجوده في يعني قول 95% من الناس كسرت الحركات، كسرت الحركات. والمهم انه قبل الدخول في الصلاه يبقى ساكن، اول ما يبدا يخش في الصلاه ابليس عاد يخليه يعمل فرمول ويمسح ويحط ايده في الفتحه ويسحب الايه السدي والفانيلا ويفضل ايه يعد في نفسه كانه هيتصور، يعني ياخد صوره. وقبل الصلاه لا يفعل شيء، يعني لو شفته هو قاعد منتظر الاقامه يعني لا يتحرك، اول ما يدخل في الصلاه يبدا عاد ايه يعني تعد له في الركعه 10 حركات، لان يعني العلماء قالوا يعني 3 حركات متواليه تبطل الصلاه. وعند المالكيه من راه قال انه لا يصلي، يعني لما تلاقي واحد يبص في الساعه ويعدل في الجلابيه ويعدل العلم ويعمل في راسه كده، وان كان عاد ما تنشفش بعد الوضوء يفضل عاد ايه يعمل ايه كده، يعني ايه يفضل ايه ينفض ميه ايه سبحان الله العظيم، او يخش امامه هكذا يخش في الصلاه، لا يفضل ايه ينزل كده، ان كان التلبيه بزرار يزرر، ان كانت العلم فيها شيء يلف وهكذا، يعني يخش في الصلاه ويعدي النفس عليه، يعني لا عليك زي ما قال سيدنا الحسن البصري لما راى رجلا يعبس بيده في لحيته، يعني نعم الخبيث بس، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت ليه؟ لان الخشوع في الظاهر يدل على الخشوع في الباطن، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن ما دام بيلعب بجوارحه يبقى ده دليل على ان القلب قلبه مع غنمه مش موجود في الصلاه اصلا. عاد ايه يعني التفكير في الصلاه عاد مشكله، ناس كثيره جدا تسال عن الفكر، يقول لك قبل الدخول في الصلاه مفيش اي حاجه، اول ما ادخل في الصلاه يبدا الفكر ويتشتت القلب والعقل. اول طبعا في حديث في رواه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اذا سمع التثويب بالصلاه ادبر وله ضراط، التثويب هو الاذان، فاذا قضي التاذين او التثويب رجع، فاذا ثوب بالصلاه يعني اقيمت الصلاه ادبر وله ضراط حتى لا يسمع التاذين يعني الاقامه، فإذا قضي التأذين أو قضي التثويب جاء يريد أن يحول بين المصلي وصلاته، يقول له اذكر كذا الشيطان، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدد يعني العلماء قالوا المبتلى بهذا يقرأ قبل الدخول في الصلاة للتحصيل آية الكرسي حتى لا يقربه الشيطان، ويقرأ قل هو الله والمعوذتين، لأن ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية الكرسي الشيطان قال له لا يقربه شيطان، قال سيدنا أبي هريرة قال له ألا أدلك على شيء إذا قرأته لم يقربك شيطان، يقرأ آية الكرسي بنية أن يبتعد عنه الشيطان، دي مأخوذة من السنة، وكذلك قل هو الله والمعوذتين، لأن
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عقبه بن عامر وعلمنا سيدنا عبد الله بن مسعود للتحصين منين؟ من الشيطان قبل ان يدخل في الصلاه. سيدنا احمد بن زهور قال: من ابتلي بالوسواس في الصلاه او غيرها فليضع يده على صدره وليقل 7 مرات سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال. 7. وفي 7 يقول: ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. دي ماخوذه من كلام سيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، كان يلقن للوسواس هذه الصيغه. كان يقول لصاحب الوسواس: قلها 70 مرة. سيد احمد بن زروق قال: يقولها 7 قبل الدخول في الصلاه ابعادا من ايه؟ الشيطان. نحط له كده على السطر ويقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك الله عز وجل. بس في 7 يعني بعد ما يقول 7 يقول ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك الله عز وجل. ثم يدخل في الصلاه ويستحضر طبعا القراءه. يستحضر القراءه ويشكل في القراءه، بمعنى ان ما ياخدش سورتين لا يقرا الا بهما. عندنا الانسان يقرا مره الضحى، مره النشر، مره والتين والزيتون، مره اذا زلزلت، يعني ايه يشكل في ايه؟ في القراءه. لانه لما الانسان ياخذ على سورتين بس يقرا بهما، يقرا يعني قراءه اوتوماتيك، وطبعا ايه ذهنه خلاص خد على السورتين دول ومفيش استحضار، من غير استحضار يعني للايات. لا، الانسان يلون كل مثلا ركعه يقرا شيئا، او يقرا بعض الصور، اواخر الصور، اوائل الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني قرأ من أول سورة ومن وسطها ومن آخرها وقرأ السورة كلها. ده علاج إيه؟ للوسواس والفكر الدنيوي. التحصين، التحصين. ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10، لأن من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم 10 وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. هذا علاج الفكر والوسواس في الصلاة، ده مهم جدا، ودي مشكلة يعني مبتلى بها، مش عايزين نقول ايه 100% من المصلين، يعني محدش مستثنى. فحصن نفسك بهذا. وبعدين استحضار الخشوع ده، يعني استحضار العظمة، عظمة المولى، تحتاج إلى اجتهاد، اجتهاد. واهم شيء حافظ على قله الحركات، علشان دي برضو تعينك على الخشوع وتصحح لك الصلاه، لانك لو كثرت اللعب في الصلاه صلاتك باطله، يبقى كانك ايه؟ لم تصل. خلي بالك من النقطه. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، وهي يحتاج إلى جهاد، يعني رد الفكر ورد الوسواس يحتاج إلى جهاد. يعني ما تفكرش أنت إيه؟ يعني تاخذ حاجة جاهزة كده وخلاص. الخشوع ده لا، الخشوع ده من صفات يعني أهل الورع والتقوى والخوف من الله. فالإنسان يعني لن يصل إليه إلا بإيه؟ بكد واجتهاد. ليس أمرا سهلا. ولذلك قال الشيخ: واستحضار عظمة الله تعالى وهيبته، وأنه لا يعبد ولا يقصد سواه. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا ينبغي السجود إلا له. لا ينبغي السجود إلا له. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق الا الله. واستحضار امتثال امره بتلك الصلاه
ليتم المقصود منها باطنا من إفاضة الرحمات من الله تبارك وتعالى. امتثال الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. والصلاة نور، يعني أديتها كما أداها صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيت المصلي، فهي نور لك. وبعدين تدعو لك، يعني إذا أتممت القراءة والركوع والسجود، الصلاة تلف في ثوب حسن وتصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. أما إذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، تلف في ثوب خلق، ثوب قديم، ويضرب بها وجه صاحب وتقول: ضيعت الله كما ضيعت. شوف المشكلة، يعني إما دعاء بالحفظ وإما دعاء بالضياع. خلي بالك، الصلاة تدعو لك. نعم، طبعا ده من ضمن الاشياء التي تضبط الصلاه، تضبط صحه الصلاه، اللي هي اذكار الانتقالات، سموها العلماء اذكار الانتقالات الوارده في السنه. يعني يقول بعد سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما احب ربنا، أو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. يعني هذه الأشياء تجعلك خاشعا مستحضرا، مستحضرا إيه؟ عظمة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شصار كبير. إن الصلاة صلة الإنسان تاركها يكون في حرمان، توصل العبد إلى مولاه وعن قبيح فعله تنهى، قبلتها الكعبة للأشباح الأجسام، والهاشمي قبلة الأرواح صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت متجه للقبلة بجسمك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن روحك متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بتستحضر كيف رفع صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير، كيف قرأ، كيف ركع، وماذا كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، وماذا كان يقول في الركوع، وماذا يقول بعد الركوع، وماذا يقول في السجود، وماذا يقول بين السجدتين. يبقى الروح هنا معلقة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده يعينك ايضا على الخشوع، ولك ثواب، لان معظم المصلين لا يحافظون على هذه السنن. زي ما انت شايف، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، ما فيش اتباع للايه؟ للسنه خالص خالص، لانه لم يسمع ولم يجلس في مجالس العلم ولم يتعلم. هيقول لي فقد الشيء لا يعطي كما يقول اهل العلم. وندب رفع اليدين حذو المنكبين، ظهورهما للسماء وبطونهما للارض مع الاحرام اي عنده. يعني من المستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. صفة الإحرام عند المالكية هكذا، يعني إلى إيه؟ إلى الكتفين، ويقول: الله أكبر.
مثلا بعض الناس قال الله زي ما تيجي زي ما تكون. واحد يقول لك ايه الله اكبر، يعني كل واحد طبعا واحد الله اكبر. هو طبعا ما تعلمش اي هيئه من الهيئات، هي زي ما شايف الناس عم يرفعوا ايديهم فهو يرفعها. واحد مثلا يرفع فوق راسه كده الله كده شاور ايه للاخر. سبحان الله. لكن هو لو تلقى العلم او صفه السلام في مجلس العلم ما فعل. احنا عندنا المالكيه هكذا، اليدان مع الايه يعني برضو ما يفرقش الاصابع كده، انما مضمومه مع الاحرام اي عنده، يعني الله اكبر تبقى كده ايه مع التكبير، يعني يرفع اليدين وينزلهما معه الله اكبر. ولذلك قال بوقار. وارسالهما بوقار لا بقوه، الإرسال هكذا الله أكبر، ما عملش كده الله أكبر كده منافاة للإيه؟ للخشوع. ولا يدفع بهما أمامه لمنافاة الخشوع. هنا بيقول لا عند ركوع ولا رفع منه ولا عند قيام من اثنتين، وندبه الشافعي. برضه دي مسألة عندنا في المالكية فيها روايتان، المصريون كابن القاسم وأصبغ وأشهب يقولون بعدم الرفع في باقي التكبيرات، يعني عند قبل الركوع وبعد الرفع، لكن في رواية ثانية لمن مالك رضي الله عنه رواها عنه أصحابه المدنيون كمطرف وابن المنجون وابن وهب، وكان الإمام مالك يفعلها في نفسه، يعني حينما كان يصلي كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. وده وارد في الموطأ وفي البخاري ومسلم ومروي عن أكثر من 20 صحابة، يعني متواتر. فده طبعا هو ده الاولى الاولى. طبعا وارد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه انهم كانوا لا يرفعون ايديهم الا عند تكبيره الاحرام. يبقى دي لبيان الجواز، لبيان الجواز. لكن الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته في اكثر احوال والصحابه كذلك والأئمة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند كل رفع خفض ورفع، يعني عند قبل الركوع وبعد الرفع إلى الركوع، يعني يرفع يديه الله ويركع سمع الله لمن حمده برضو إلى الكتفين. فدي برضو مندوبات واردة عندنا في مذهب الإمام مالك. فهنا الشيخ بيحكي يقول دي رواية المصريين عن الإمام مالك، لكن رواية المدنيين كما حكى ابن عبد البر القرطبي المالكي أن الإمام مالك رضي الله عنه كان يفعلها في خاصة نفسه وكان يقول بها أيضا، وهي مروية في الموطأ، موجودة في الموطأ والبخاري ومسلم. فالذي يفعلها له ثواب، له ثواب السنة، والذي لا يفعلها يبقى حرم من ثواب في السنة. وبعدين قال وجاز القبض من ضمن سنن الهيئات، وجاز القبض بنفل
أي قبضهما على الصدر بنفل أي فيه، وكره القبض بفرض للاعتماد أي لما فيه من الاعتماد، أي كأنه مستند. في الشرح الكبير الشيخ الدردي رضي الله عنه قال: فإن لم يقصد الاعتماد أي الاستناد فهو سنة من سنن الصلاة، يعني مستحب من مستحبات الصلاة. خلي بالك، يعني هنا الكراهة للاعتماد، يعني إذا قصد أنه مستند يبقى مكروه، أما إذا لم يقصد إنما قصد السنة فهو سنة. والقبض مروي برضه في الموطأ متواتر، يعني رواه أكثر من 20 صحابة القبض كرفع اليدين بالضبط، مروي هنا ومروي في الموطأ وفي الصحيحين. يعني بعض الناس المتعصبين الجهلاء يقول لك ايه الامام مالك قال بكراهه الايه القبض وسنيه الارسال. لا، الارسال لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى مرسلا يديه، الا في روايه ضعيفه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومروي عنه القبض، يعني روى عنه الارسال في روايه ضعيفه ومروي عنه القبض مع باقي الصحابه رضي الله تعالى عنه. يبقى اذا القبض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في روايه ضعيفه السند لا يؤخذ به. طبعا من الارسال. نعم؟ الارسال وارد في سند ضعيف، وارد بسند ضعيف. اما القبض وارد بسند متواتر. ورواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التعريف المتواتر. يبقى انا اخذ بروايه ضعيفه واترك المتواتر، هذا لا يصلح في العلم اصلا. يعني الكراهه في القصد ولا في الاعتماد؟ الكراهه في قصد الاعتماد. يعني لو قصد الاستناد مكروه. هي طبعا القبض مريح عن الإرسال، القبض مريح عن الإرسال لكن لا يقصده، يعني لا يقصد الاستراحة، وإنما يقصد أنه هيئة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في الموطأ، سيدنا عمر بن الخطاب قال: أمر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، في رواية أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيماننا على شمالنا. فالصحابة كما قلنا نقول أمرنا، ومن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ووارد في السنة أنها من سنن الأنبياء والمرسلين وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة، من سنن المرسلين كمان، يعني من سنن الأنبياء. أصل رواية الإرسال اللي قال بيها يعني استنبطها يعني بعض علماء المالكية في المدونة، الإمام مالك رضي الله عنه ابن القاسم تلميذه قال: سألت مالكا عن الرجل يستند في الصلاة إلى شخص أو عمود أو عصا أو حائط، قال: أراه في النافلة ولا أراه في الفريضة. يعني يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، لأنه لو صلى مستند في الفريضة باطل، لكن النافلة لو صلى مستندا أو جالسا صلاته إيه؟ صحيحة. من هنا أخذ العلماء المالكية كراهة القبض
إذا قصد به الاستناد. هذه أصل كراهة القبض الاستناد، جاءت من رواية ابن القاسم في المدونة. الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله ألف رسالة يرد على واحد يعني متعصب للإرسال، فسماها إيه؟ إرشاد السالك وقطع لسان المبتدع الهالك في إثبات سنية القبض على مدى الإمام مالك. إرشاد السالك وقطع لسان المبتدع الهالك في إثبات سنية القبض على مذهب الإمام مالك. حوالي 40 صفحة أثبت فيها سنية القبض في مذهب الإمام مالك. وأنا سمعت شخصيا من الشيخ عطية سالم في المسجد النبوي، مدرس هو هناك ومالك المذهب في المسجد النبوي، قال المالكية هم الأصل في القبض. المالكية هم الأصل في القبض، لأن الإمام مالك هو الذي روى أحاديث القبض في الموطأ، ومنه أخذ الأئمة الثلاثة سنية القبض. هذا كلام الشيخ عطية سالم، ده هو أصلا مصري بس طبعا كان عايش في المدينة المنورة واخد جنسية سعودية، وتلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو من علماء المالكية المعتبرين يعني المعتمدين، حتى عند الشيخ ابن باز كان لا يعتمد في المملكة قول أحد من أهل العلم إلا قول الشيخ عطية سالم، كان من كبار العلماء. قال المالكية هم الأصل في القبض، وباقي العلم أخذوا من القبض. فتتعجب لما تلاقي واحد إيه مثلا جالي كتاب ولا كتابين في المالكية وتلاقيه بيرسل، فأنت ما بترسلش ليه؟ يعني ما عندناش قبض، احنا القبض مكروه عندنا. كيف ازاي تنطق بهذا الكلام؟ ازاي الامام مالك يقول بكراهه السنه المتواتره؟ هل هذا معقول؟ ابن عبد البر قال انه كان يفعله في خاصه نفسه. الامام مالك رضي الله عنه ظل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. هو حتى وإن كان فيه قصة يعني مذكورة إن هو يعني ضرب بسبب وشاية لأبي جعفر المنصور، ضرب حتى ارتخت يداه فلم يستطع القبض، لكن ده لم يستطع القبض من ارتخاء اليدين من يعني من شدة الضرب، كان شيء في الشلل يعني، لكن القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بالإمام مالك رضي الله عنه. افرض هو مرض او حصل عنده شيء في يديه، يبقى لماذا نقول ان الامام مالك لم يقبض؟ لا، نقول هل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا؟ هذا هو الصواب. لكن الامام مالك كان يقول القبض ويعمل به وظل يقبض حتى لقي الله تعالى. هذه المساله مهمه جدا في فقه مذهب الامام مالك رضي الله تعالى عنه، تحتاج الى تصحيح مفهوم. تصحيح مفهوم. احنا بنقول هذا الكلام لكل المالكية في أنحاء العالم. حتى إن بعض الطلاب هناك في الأزهر الشريف تعجب من هذا الكلام، صورت له الرسالة اللي ألفها الشيخ عبد الله. قلت له هذه الرسالة من أتقن ما قرأت في هذه المسألة. لأنها تحتاج إلى تصحيح مفهوم لها عند كل طلبة المالكية وعلماء المالكية، خاصة اللي هم هي يقرؤون كتابا أو كتابين أو ثلاثة. لكن ده الإمام مالك مئات الكتب، شروح الرسالة وشروح متن خليل والمختصر وغيره. كلام الشيخ الدرديب في الشرح الكبير لمن أراد أن يرجع إليه، قال فإذا لم يقصد الاعتماد فهو سنة من سنن الصلاة.
واحنا عندنا حتى القبر تحت تحت الصدر وفوق السرة، يعني القبر عندنا هكذا، اما ان يفعل هكذا ويضع يديه هكذا، او يضع الثلاثة اصابع هكذا ويحلق بدور بالخنصر والابهام، يمسك دور كده كده وبرضه ايه هكذا تحت السطر وفوق الايه السطر. والامام احمد كذلك والامام الشافعي كذلك، غير ان الشافعيه قالوا يستحب ان ينحى قليلا جهه القلب قليلا، يعني بدل النص كده يخليها كده. اما الامام ابو حنيفه يفعل هكذا ايضا، لكن تحت ايه؟ تحت السره. تحت السره. لكن الائمه الثلاثه فوق السره وتحت ايه؟ الصدر. دي صفه القبر عند الائمه الايه؟ الاربعه. يبقى في النفل وفي الفرض جاز القبض بنفل وكره في الفرض ان قصد الاعتماد، فان لم يقصد الاعتماد فهو ايه؟ سنه من سنن الصلاه كما نص الامام سيدي احمد الدتير في الشرح الكبير، ونقل عنه الامام الصاوي برضه في بلغة السالم، حاشي على شخص نقل هذا الكلام. والمرأة لا فرق بين المرأة الرجل والمرأة في هيئات الصلاة بالذات. ثم قال: وندب إكمال سورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر ولو من الطوال. يعني الأفضل قراءة السورة. الأفضل قراءة السورة. لكن السورة الطويلة البقرة آل عمران يجوز أن يقرأ بعض. لكن قراءة السورة مثلا الضحى أو قصار السور أفضل من قراءة بعض آية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأ بعض الايه؟ بعض السور. يعني قرأ من اول السور، وقرأ من اخرها، وقرأ من وسطها. لكن معظم قراءات النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل السورة. عشان كده الشيخ قال: وندب إكمال سورة بعد الفاتحة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا